هو مش اساس لمي كان في اتفاق بيننا وبين بعضينا يعني كده؟ اتفاق ايه؟ يعني على اساس تضيع مستقبلنا. عايزين تنحرف واعلم. السلام عليكم. النهاردة مراجعتنا على شركة تكمل، انا عامل عليها مراجعة قبل كده، ولكن برضو حدث المراجعة دي عشان خاطر الناس كلها تبقى عارفة رأيي خير في الشركات اللي زي كده. ده اولا. ثانيا، انا في بإذن الله شركتين سبوت هعمل عليهم مراجعة قدام بإذن الله، ولكن انا بفتح فيهم حسابات وبشوف الوضع فيهم عامل ازاي، وبشوف الشغل جوه الشركة مناسب للشريعة الإسلامية ولا لا، وبعد كده هشرح ازاي نشتغل عليها من غير ما نقع في اي اخطاء او اي حرمانية جوه الشركات دي عشان خاطر نعرف نشتغل بشكل صحيح وحلال جوه الشركات دي. يا فرج الله. ثانيا يا جماعة الخير، مجال التداول او مجال البورصة هو مش اول مجال نفكر نحط فيه فلوسنا، بالعكس انت ممكن تحط فلوسك في ذهب، ممكن تحط فلوسك في مدخرات او عقارات. امن شوية، الملاذ الامن هو الذهب لغاية ما تتدرب كويس وتعرف سوق البورصة شغال ازاي. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي؟ تمام. ده اولا. شركة تكمل هي من الشركات القديمة، عدى عليها 10 سنين وانا حضرتها اول ما الشركة فتحت. يعني شركة تكمل هي شركة مشهورة ومعندها ترخيص كتير بس ما شاء الله، يعني هي عندها ترخيص في اليوكي وعندها ترخيص في السيشل وعندها ترخيص في دبي وعندها ترخيص في قبرص. كل الترخيصات دي انا عديت عليها ما عدا ترخيص جنوب افريقيا مش محتاج اعد عليه. وانا هقعد وراك يا سيدي المعلمين. يلا ده انت خلاص الثقة بقت مبتذلة بيننا احنا الاثنين، بقى في عشق بيننا احنا الاثنين يا سيدي الناس. الترخيصات كلها موجودة ومتحدثة، حتى ترخيص اليوكي قال لك خلي بالك ان في شركات بتاخد تفاصيل الترخيص وتلصقه عندها على الموقع وبتستخدمه في السرقه او في النصب. دلوقتي الموقع اللي انا عليه هو تكمل.com، ده تبع الترخيص بتاع السيشل. تكمل.com UK ده تبع الترخيص بتاع اليوكي. طيب القبرص نفس الكلام، هتلاقيه ليه اختصار معين. لكن قبل ما تسجل في الشركه حابب اقول لك ان شركه CFD مش مناسبه خالص للشريعه الاسلاميه بتاعتنا، لان ما فيهاش تسليم وتسلم للاصول بتاعه العمله. انت ما بتشتريش اي اصل لعمله ولا سهم في الشركه، انت بتتداول على سعر الفروقات، وسعر الفروقات ده او CFD هو نوع مشابه من القمار بالظبط. مش عارف اقول ايه قدام ذوق حضرتك. لما بصيت على المراجعات على ويكي اف اكس بحثت بصراحه على الشركه على ويكي اف اكس، لقيت ان الشركه فعلا ليها ملف. كمان في واحده هنا قبل ما نروح على المراجعه لقيت ان في واحده اسمها تكميل برو تريد، دي واحده كانت برضه ضربه نفس الويب سايت بس بخلاف اللي هو برو تريد او برو تريد.com اللي هي اولى تكمل، كانت برضه واخده نفس التراخيص لاصقها عندها وبتحتل بيه على الناس. فيش فايدة. تقييم الشركة أنا 7/10. بالنسبة لي أنا الشركة من ناحية الترخيصات هي ممتازة، ولكن من ناحية التنفيذ مش ممتازة. يعني إيه يا محمد؟ يعني أنا على أيام ما كنت بشتغل في الشركة قبل ما أعرف إن الشركة CFD وما بتسلمش عملة أصلاً بشكل حقيقي، لا كان التنفيذ والسليبج عالي. السليبج عالي إن أنا لما كنت بشغل الإكسبرت بتاعي على المنصة كان السليبج عالي، بتدخلني متأخر نقطتين ثلاثة. يعني أنا لو النقطة كانت محسوبة عليها ب$10 كانت بتدخلني متأخر ب$30 متأخر. تمام. في منصة زي IC Market الاثنين CFD يا جماعة، أنا بفتكر بس موقف حصل معايا زمان، كنت بدخل كسبان نقطتين زيادة، ده بالإكسبرت. هنا بيقول لك ويكي اف اكس بيقول لك خلي بالك ان عدد الشكاوي وصل ل 48 شكوى. تمام. بيقول لك خلي بالك يعني. طب لما ننزل على الشكاوي بتاعت الناس نبص على الاراء بتاعت الناس، يقول لك ان هو خد بونص وما قدرش يسحب لان قالوا له ان الوثائق بتاعتك مش كويسه او الوثائق بتاعتك مش ملبيه الطلبات. يعني هنا بيقول لك الانزلاق 3000 نقطه، ما اعرفش هو بيتكلم 3000 نقطه دي بالظبط مظبوطه ولا لا، ولكن هو حاطط سكرين شوت للصفقات بتاعته الانزلاق بتاعه. تمام. انا زي ما انا قلت لك الشركه دي عندها مشكله في التنفيذ وعندها مشكله في السليبج دوت لما بتيجي وقت الاخبار بتشتغل عليه. انا قلت سليبج ده مش معظم الشركات تعرف تعمل كنترول عليه لان ده بيبقى وقت الاخبار فما بيبقاش عندها التحكم، ولكن السليبج وقت الدخول في الوقت العادي ده اللي انا بتكلم فيه غير الانزلاق، حاجتين منفصلين تماما. تمام كده مراجعتنا تكون خلصت على شركه تكمل اصلا. فخلي بالك من الشركات اللي زي كده، شركات CFD اي نعم عندها تراخيص وتراخيصها موجوده من الشركات اللي هي واضحه في التراخيص، ولكن CFD مش مناسبه للشريعه الاسلاميه خالص. السلام عليكم. ابدا. ده مش قاعد من جنب يالا، انت مش قاعد من جنب يالا.